معركة القرن بين المدرسين بتحصل جوه مدرستنا. يا ترى مين اللي هيفوز؟ صلصال ميس سميث ولا اسفنج ميس إليزابيث؟ تابعوا معنا التحدي في الفيديو الجديد. عندنا النهاردة مدرسة جديدة، ميس إليزابيث هي اللي هتدرس لنا النهاردة. شوفوا كده هي هادية إزاي؟ الطلاب مش بيزعجوها نهائي، أكيد ده بسبب ديكور قلمها الإسفنجي. هنجيب إسفنجة على شكل ماسة، نقطع نهايتها ونصنع ثقب ونثبت الإسفنجة على قلم رصاص. لوني الإسفنجة بغير الجليتر. في عاصفة رعدية دخلت الفصل، ميس إليزابيث مش شايفة أي تهديد. ميس سميث رجعت تاني للفصل. في مدرستين دلوقتي، لكن مفيش غير كرسي مدرس واحد. معركة الجلوس على العرش بدأت، تحس إنها خناقة بين غوريلا ونمر، محدش عايز يستسلم. ميس سميث وميس إليزابيث بيحاربوا بعض جنب السبورة. بدأ صراع المدرسين، دي هتبقى أهم الحروب، أي مكافح للتوتر هيفوز. الفائزة هتكون أفضل مدرسة في الترم، والطلاب هيصوروا كل النتائج بالكاميرا. هاشتاج الصلصال ضد الإسفنج، فلتبدأ المعركة. اختاروا أسلحتكم، ميس إليزابيث معاها ماسة إسفنجية، وميس سميث معاها صلصال الفضاء. هنغطي قلم باللون الأسود ونضيف له ألوان الفضاء. بالإسفنجة هنطبع الأزرق والأحمر، وكمان نضيف الأزرق الفاتح والفضي. نرسم النجوم بفرشة رفيعة ولون أبيض، ونمزج الغرة مع الجليتر، ونضيف أشكال الجليتر الفضائية، نخلطها ونضيف لها جل الملابس، نخلطهم مع بعض، نعمل ثقب في عبوة دائرية بسكينة سخنة، نضيف لها القلم ونثبته بالغرة، نملى العبوة بالصلصال ونغطيها بالنص التاني. ميس سميث بتحكم مجرة الصلصال، أكيد تعرف طريقة أو اتنين لمكافحة التوتر. تحدي مضادات التوتر الجديد هيكون رائع. الجولة الأولى من الإسفنج، ميس إليزابيث صنعت قلم وميس سميث صنعت ميلك شيك. هنقطع الفوم بحيث يبقى شكله زي الكوباية، نلونه باللون البينك ونخليه شبه الميلك شيك. نسيب مساحة للرغوة ونزينه بالسبرينكلز. نعمل ثقوب صغيرة ونثبت الأقلام جوه الشاليمو. نلزق قطع بينك على قلم رصاص وممحية أسطوانية. ثبتي كل الأدوات في الميلك شيك وزيني الميلك شيك بالعصاية والشمسية. مجلس المدرسة هيبدأ في الحكم. الميلك شيك شكله مغري جداً، ملمسه رائع وجواه أقلام وأقلام رصاص في الشاليمو. بمناسبة الأقلام الرصاص، صاحبة العيون الزرقاء هتختبر قلم ميس إليزابيث. القلم ده مش سهل أبداً، جواه مجموعة كاملة. هنقطع إسفنجة بيضة ونشكلها زي القلم الرصاص، نقطع حفرة داخل الإسفنجة ونقطع النص التاني من القلم الإسفنجي ونلونه بالسبراي. نعمل شكل الخشب باللون الأصفر على طرف القلم ونضيف له التفاصيل من الداخل، ونثبت أنبوبة الأقلام الرصاص. صاحبة العيون الزرقاء ممكن ترسم بكل الأقلام في نفس الوقت. الإسفنجة دي جميلة، لكن لو محتاجين لفائز واحد هيبقى الميلك شيك الناعم. ميس سميث هي الفايزة في الجولة دي، النتيجة هي 1-0. محتاجين استراحة قبل الجولة التانية، ميس إليزابيث بتعشق القهوة، وكمان ممكن نستخدمها في التحدي. فنجان القهوة الناعم ده جميل جداً، حتى ميس سميث مش قادرة تبعد إيديها عنه.
هنجيب كوباية قهوة من الإسفنج ونقطع ثقب في الأسفل. نثبت فيها برية. مس إليزابيث بتعرض اختراعها على الجمهور. البنات نفسهم إن القهوة تبقى حلوة، لكن فنجان القهوة الإسفنجي مضاد للتوتر فعلاً، والأهم إنه مفيد كمان، ممكن يخلي كل الأقلام الرصاص حادة. ميس سميث مش هتخسر المسابقة دي، هي كمان صنعت مشروب صلصال الفانتا. هنحتاج عبوة بلاستيك، نصنع ثقب في الغطا بسكينة سخنة، نقطع ممحاي بنفس المقاس ونثبتها، نصب الصلصال السائل ونلزق علامة الفانتا الصغيرة. البنات فرحانين بفنجان القهوة الجميل. ميس سميث مش هتتسامح مع المنافسين، وتقدر تمسح كل اللي اتكتب بالفانتا الجديدة، وكمان نلعب بالصلصال. البنات محتاجة وقت تقرر مين الفايز في الجولة دي. فنجان القهوة هو الفايز بالتأكيد. مس إليزابيث بتتعادل. النتيجة 1-1. مس سميث هتوضح كل مهاراتها اليدوية في الجولة الجاية. صنعت قلم جواه صلصال. هنحتاج قلم وعبوة من نفس الحجم. هنغطي العبوة بالكريم ونستخدم الغيرة على طرف القلم، ونعلق العبوة ونزيل الغيرة الزائد. نقدر نشيل العبوة من القلم بعد ما الغيرة يجف تماماً. نخلط الغيرة الشفاف ونقطة من ألوان الطعام، ونضيف الجليتر وشوية مية، ونضيف البوركس، ونخلط الصلصال اللامع، نملى بيه العبوة، نصنع واحدة تانية من لون مختلف، ونملى العبوة ونثبتها في القلم. مس سميث سعيدة بعملها. الصلصال الجميل اللامع مصنوع مخصوص للفوز في المعركة. الصلصال ده ممكن يغزو العالم كله. ومس إليزابيث معتمدة على الأدب، بتقدم لنا كتاب إسفنجي كامل موسوعة النعومة الجزء الأول. نعمل شكل مستطيل من الإسفنج، نلفه بالورق الفوم ونلزقه كويس، نعمل قطع صغير في الإسفنجة ونقطع علامة من ورق الفوم ونثبتها في الكتاب، نرسم الصفحات بقلم أسود ونحددها بغير الجليتر، ونقطع الإسفنج بالطول ونكتب عليه العنوان، نقطع الحروف ونثبتها على الغلاف بالغيرة، ونثبت كمان عيون لعبة، ونحدد الخطوط بقلم أسود، نلون الحروف بالغيرة اللامع ونزين الغلاف. الأدب الإسفنجي هيفوز بالجولة دي من غير شك. لجنة التحكيم لازم تجرب الكتاب. البنات عندهم مضادات كتيرة للتوتر. الكتاب الناعم جميل، بس القلم الصلصال أجمل، لامع جداً ومطاط، وممكن نلعب بيه بسهولة. المسألة اتحسمت، القلم فاز بالجولة. النتيجة هي مس إليزابيث 1 ومس سميث 2. مس إليزابيث فهمت إنها خسرت المعركة، لكن دي ما كانتش خطتها. محتاجة مضاد للتوتر يعادل النتيجة فوراً، وهو عبارة عن مذكرة جواها صلصال سري. هنقطع ثقب في مذكرات، نعمل قاعدة مستطيلة باستخدام البلاستيك ونربطه بشريط ونثبته في المذكرات. نضيف النشا للصابون السائل وعليهم زيت نباتي، نخلط الصلصال ونثبته في المذكرات. ممكن كمان نكتب عليه. البنات لقت الصلصال جوه المذكرات، لونه حلو وفاتح، تم تصميمه لتحقيق النصر. مس إليزابيث بتغير النتائج بالفعل، محدش هياخد باله إنها كانت خسرانة. المعركة بتزيد خطورتها بعد كل جولة.
آخر حاجة حصلت إن المدرسات ما بقوش بيتكلموا مع بعض، محتاجين لعمل معاهدة سلام بينهم، والاختراع الجديد العملاق ممكن يعملها. هنحتاج إسفنجة بيضة، هنجيب عبوة من الصلصال السائل ونلفها في الإسفنجة ونثبتها بالغرة، هنقطعها بشكل متناسب مع الحجم، نعمل ثقب للعبوة في الإسفنج ونلونها باللون الأصفر ونلزق عليها الاسم. هنثبت العبوة على الحفرة في الإسفنجة. ده اختراعنا الجديد، مكافح التوتر وصانع الصداقة، جمع بين الإسفنج والصلصال في نفس الوقت، يقدروا يعيشوا مع بعض في سلام، وكده هما الاتنين هيتفاهموا ونضيف لون لحياة المدرسات. ياي! الصداقة فازت في معركة الإسفنج ضد الصلصال. عجبتك أفكارنا الجديدة المضادة للتوتر؟ اكتبي في التعليقات أكتر حاجة عجبتك، الإسفنج ولا الصلصال؟ وما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي في قناتنا وتدوسي الجرس علشان ما تفوتكيش التحديات والألعاب الجديدة على تروم تروم.